السلام عليكم وبركاته مشاهدي الكرام، مشاهدون اخباريون من قناة المرابطون، اهلا بكم. اكد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة خلال مهرجان نظمه بالعاصمة نواكشوط رفضه لتعديلات الدستورية المرتقبة، وانتقد الرئيس الدوري للمنتدى الشيخ سيد احمد البابامين ما سماه الحاح النظام على اجراء تعديلات دستورية لم تحسن بعد آلية اجرائها، مضيفا ان التعديلات لا تحمل اي تغيير جوهري، كما انتقد البابامين الوضعية الامنية والاجتماعية التي قال ان المواطنين يعيشونها. يرتقب أن تتدارس القمة الإفريقية 28 المرتقبة تنظيمها يومي 30 و 31 من شهر يناير الجاري ضمن جدول أعمالها ملف انضمام المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي، وكانت نحو 38 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي قد أيدت انضمام المغرب الذي انسحب قبل 3 عقود من منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا على عضوية جبهة البوليزاريو. أدانت الحكومة السنغالية في بيان صادر عنها التصريحات التي وردت على إحدى قنواتها والتي تضمنت عنفا وتحريضا لبعض مكونات المجتمع الموريتاني، وأكدت الحكومة السنغالية التزامها بتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي الدولتين الجارتين. قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تخفيض وجودها العسكري في غامبيا على المستويات البرية والجوية والبحرية، وقال الجنرال فرانسوان داي قائد قوات الإكواس إن قرار التخفيض العسكري يأتي بعد إجراء تقويم للوضعية الأمنية في غامبيا بعد عودة الرئيس المنتخب أداما بارو. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.